خارج مدينة القديسين خارج في المفتاح
تستحمل قلعة شيخ متي موجودة؟ اي نروح على قلعة شيخ متي زي الناس نفتحها. الطريق لازم تنحان حبابي تبتيل هنون يصورون مع الطريق جنب مرمتا بالك للذكرى كيف؟ صورون صورون تلفون أنا جبت المتعمة هذا السلسال كان تجيبه مرضى أغلبهم اللي تكون مثلاً يعني بعيد عن سمعين تحديد الأرواح شريرة مجانين مرضى صرع كان يخافوا مشان ما يطلعوا يخرجوا كان يربطون يربطون كان يجوا هيك يقولوا كان يجوا بالليل يشوفوا القفل مفتوح ممكن يشوفوا هيك يعني هذا السلسال مدخل لجوا للذخائر تبع القديسين يعني فهيك يقولوا انه كانوا يجيبوهم مصروعين هون هاي تشوفوا باغلب الاديره حتى بدير الربان همس في دير ثاني كمان في نفسه وفي مكان وفي لبنان موجود في اكثر من مكان يجيبوا المرضى يربطوهم يعني حتى ما يقدروا يربطوهم يعني بيترك لك شيء شغل هون جنب مرمتا في لحد انا